قرار ديال الإخوان والأخوات في الاستقلال لو أنهم قرروا الانسحاب يعني منذ تقريبا شهرين وأنجزوا الانسحاب بدون يعني هذا الآخر، لفهم على أساس أنه يعني شيء مستقل ويهم حزب له ملاحظات على رئاسة الحكومة. ولكن يعني نقول الطريقة ديال الاتخاذ ديالو هذا الجرجرة ديال شهرين الإحالة على 42 والتحكيم ثم البقاء ثم يعني حكاية، ولكن يبين بأنه يبدو أنه اليوم جرى يعني التحكم في أكثر من حزب ديال وانتخابات، لأنه يجب أن تتضح الصورة للمغاربة. اليوم اللي مطلوب هو الانتقال على ديال الإصلاحات، ديال القيام بالإصلاحات اللازمة، لا في المجال السياسي ولا في المجال الاجتماعي ولا في المجال الاقتصادي. يراد الحفاظ على الريع وعلى الامتيازات. أنا كان في حدود علمي المزاج داخل الحزب هو الانتخابات، سبق له أوانها، لأنه يجب أن نوضح الصورة. طبعا لابد من الاستشارة، لابد من نمشيو، لابد من الذهاب للمجلس الوطني ومن الحوار مع الحلفاء ديالنا وأخذ الرأي ديال الإخوان في الحركة الشعبية وتخدموا الاشتراكية. لأنه ما يمكنش نمشيو بمفردنا، يمكنش يكون تفاهم. طبعا إذا مشينا للانتخابات أنا سأدعو إلى الذهاب للانتخابات جميعا، نمشيو حنا والحركة الشعبية وخدموا الشركة مجتمعين للانتخابات.